فيلمنا بيبدأ مع أنا وهي رايحة المستشفى بين الحياة والموت بسبب إنها اتصابت بالبرق وهي حامل، وبيكون معاها جوزها وبيحاولوا الدكاترة إنهم ينقذوها ولكنهم بيفشلوا وبتموت أنا، وبيتم إنقاذ الجنين اللي بيتولد بشكل غريب بسبب إنه فقد صبغة الجلد وكأنه مصاب بمرض البرص في كل جسمه، وبيطلب والده إنه يشوفه، وأول ما بيشوفه بيفضل يقول إن ده مش ابنه ومش شكل ابنه، وبيتم تسليم الابن للجد عشان يربيه. وبتعدي السنين وبيستقبل المأمور دوك تليفون من جيران البيت اللي عايش فيه الطفل وبيبلغه بوفاة الجد، وبيروح دوج البيت وبيستنى الدكتورة جيس اللي شغالة في مركز شباب للأيتام عشان يبلغها انهم لقوا شاب شكله غريب في بدروم البيت ورافض انه يخرج. وبتنزله جيسي ودوج وبيتعرف عليهم وبيقولهم انه لقب باودر بسبب بياض بشرته واسمه الحقيقي جيرمي، وبيعرفوا انه قضى كل حياته في بدروم البيت لان اشعة الشمس بتضره وكان بيخرج في الليل بس، وبيكون جده معلمه القرايه والكتابه مع انه ما بيكونش راح المدرسه قبل كده بسبب رفض جده خروجه من البيت، وبيكون باودر حافظ كل الكتب اللي عنده من كتر قرايته ليها، وبيقدروا يقنعوه انه ما يقدرش يفضل قاعد في البيت. وبيتحرك مع دكتور جيسي على مركز الايتام عشان يقعد فيه، وبيشوف دوج على سطح بيت باودر عدد كبير من العمدان الممتصه للسوائق وما بيكونش عارف سببها، وبيعرف ان الجد مات بسبب ان جسمه اتصعق بالكهرباء كان الاسعاف جات له وحاولت تستخدم عليه جهاز الانعاش الكهربائي. وبيوصل باودر المركز واول ما بيشوفوا زمايله بيستغربوا شكله جدا، وبيكون قاعد لوحده في قاعه الاكل لانه لسه ما يعرفش حد، وبيحاول واحد من الشباب اسمه جون انه يتنمر عليه وبيطلب منه انه يحط المعلقه على مناخيره، فبيمسك باودر المعلقه وبيلمسها بايده وكانه بيحولها لمغناطيس وبيسيبها، وبتجذب كل المعالق والشوك الموجوده في القاعه، وبيكونوا كل الموجودين قاعدين مستغربين اللي حصل. وبنروح لدوج وبتكون مراته ايما مريضه جدا وفي غيبوبه وبتعاني من الم شديد، وبيحاول دوج انه يهون عليها باي شكل ممكن. وبعدها بنروح لباودر وهو في عياده المركز عشان يطمنوا على صحته وبيتاكدوا انه مفيش اي امراض في جسمه، وبتكون جيسي مع باودر وبتنصحه انه لازم يدخل المدرسه زي باقي الشباب، وفعلا بيدخل المدرسه لاول مره في حياته وبيبقى كل اللي بيشوفه بيستغرب من شكله. وبيحضر باودر اول حصه ليه مع الاستاذ دونالد وكان بيشرح حركه الجزيئات وتوليد الطاقه والكهرباء، وبيكون دونالد بيعمل تجربه اسمها سلم جيكوب المولد للكهرباء، ولكن بمجرد ما التجربه بتبدا بيبان على باودر انه تصرفه بقى غريب وكل حاجه حواليه بتبدا انها تتحرك، وبتزيد الكهرباء اللي طالعه من الجهاز وبتطلع صعقه من الجهاز بتيجي في باودر تكهربه لدرجه انها بترفعه عن الارض، وبيضطر دونالد انه يكسر الجهاز عشان ينقذ باودر. وبيتنقل باودر على المستشفى عشان يطمنوا على صحته، وبيظهر ان مفيش اي تأثير على جسمه من كمية الكهرباء اللي خدها، وبيكون دونالد عايز يقابل باودر بأي شكل عشان يتكلم معاه عن اللي حصل، وبيخمن دونالد ان باودر ما عندوش اي شعر في جسمه بسبب كمية الكهرباء اللي مأثرة على بصيلات الشعر عنده. وبيكون دوج وصل المستشفى عشان يحقق في اللي حصل لكنه ما بيلاقيش باودر في اوضته، وبيبدأوا يدوروا عليه، وبيكون ماشي في الشارع لوحده رايح ناحية الطريق السريع عشان عايز يرجع بيته، وبيعدي بالصدفة على بيت زميلته لينسي واللي شافته وهو بيتكهرب في الفصل، وبتطمن عليه وعلى اللي حصل له، وبيكون كل اللي حواليهم بيبصوا عليهم وبيقولها ان صعب جدا الواحد يسمع افكار اللي حواليه وكمية الدوشة اللي بيعيشها بسبب القدرة دي، وبيسيبها وبيكمل طريقه لبيته ماشي لحد ما بيلاقي عربيه دوج ومعاه دانكن قدامه عشان يرجعه تاني المركز، وبيقول له باودر انه عايز يرجع بيته من تاني وان المركز مش بيته، ولكن دوج بيهدده انه لو ما سمعش الكلام ممكن تحصل له مشاكل وساعتها هيتقبض عليه، فبيرجع تاني المركز. وبيطلب من باودر انه لازم يقابل مجلس الدوله للتعليم للتاكد من نسبه ذكائه اللي ظهرت ساعه ما اتعمل له اختبار ذكاء، واللي بيبين انه عبقري ونسبه ذكائه عاليه جدا لدرجه ان مفيش تصنيف لمستوى ذكائه، وبيقول لهم ان الحاجه الوحيده اللي يقدروا يساعدوه فيها انهم يرجعوا بيته، ولكن جيسي بتقول ان ما ينفعش يرجع بيته دلوقتي بسبب مشكله الوصايا، وبيسالوه لو فاهم يعني ايه وصايه المحكمه، وبيشرح لهم معناها بالتفصيل وانه لازم يستنى قرار المحكمه بخصوص الارض والبيت والاثبات الرسمي لملكيه الارض، وانه مش محتاج يتكلم معاهم في حاجه تاني لان كلهم كدابين. وبيبدا النور ينور ويطفي وكل الساعات اللي في ايدهم بتبوظ لحد ما بيسيبهم وبيمشي، وبعد فتره بيطلع باودر مع المدرسه بتاعته رحله تخييم، وبيكون باودر طالع معاهم بالعافيه والمشرف عليهم هو دوك ودانكن، وبيكون في عاصفه هتقرب منهم، وبيفتكر باودر اما والدته توفت بسبب اصابتها بالبرق، وبيقول له دوك ان اكيد والده هو اللي حكى له اللي حصل لها، ولكن باودر بيقول انه فاكر كل حاجه من لحظتها، وبيقوم يتمشى شويه في الغابه، وبيجري ورا زميله جون عشان يرخم عليه وبيهدده انه ممكن يضرب عليه النار ويخلص الناس منه، لكنهم بيسمعوا صوت طلق ناري وبيجري ناحيه الصوت، وبيلاقوا دانكن الشرطي اصطاد غزاله ولسه ما ماتش، وبيضايق باودر انه شايف كان قدامه بيموت، وبيحط ايده على الغزاله وبعدها بيمسك ايد دانكن وما بيسيبهوش، وبيفضل دانكن يتالم كان هو اللي بيحس بالم الغزاله المضروبه بالنار، لحد ما جون بيكون هيضربه فعلا بالنار عشان يسيب دانكن في حاله، واول ما بيسيبه
دماغه، بيفضل دانكن يعيط من اللي هو حس بيه وبيتنقل الاسعاف، وبيتحول باودر للتحقيق، وبتحاول جيسي تفهم هو عمل ايه في دانكن، وبيقول لها باودر انه حسسه باثر اللي عمله في الغزال، وان كل اللي عايزه انه يرجع بيته ويرجع لحياته الطبيعيه من تاني بعيد عن كل الدوشه والناس، وان جيسي مش صاحبته ولا بتدور على مصلحته، وبيتكلم بعصبيه لدرجه ان الازاز اللي في اوضه جيسي بينفجر حواليها، وبيقول لها انه قاعد في المركز بمزاجه لحد ما مشكله الوصيه تتحل بهدوء. وبيظهر ان مرات دوج حالتها بتسوء اكتر، والمرض بيتمكن منها ومفيش امل في علاجها، وبيكون دوج حزين لان مفيش حاجه في ايده يعملها. وبنرجع تاني لباودر وهو قاعد لوحده في قاعه الاكل، وبيدخل عليه استاذ دونالد وبيكون منبهر بيه وبيقول له ان هو الوحيد اللي ممكن يتقال عليه عبقري فعلا، وانه قادر يتحكم في قوه عقله بالكامل، وانه كل اللي عايزه يبقى صديقه ويقرب منه. وبيقول له باودر انه ما كانش له صحاب قبل كده، لدرجه ان جده نفسه كان خايف يلمسه، واول ما دونالد بيلمس بشرته بيفضل يعيط لان اخيرا في حد بيعامله كانسان مش كوحش. وبيكون دوج راح يطمن على دانكن زميله وبيلاقي انه شال كل الاسلحه اللي في البيت وانه استقال من شغله كشرطي، وبيساله دوج عن سبب تصرفه، وبيشرح له دانكن انه لحظه ما قتل الغزاله كان سعيد وسط الشباب، ولكن بمجرد ما جه باودر ولمس الغزاله وبعدها مسك ايده ساعتها حس بكل حاجه الغزاله حسيتها، حس انه بيفارق الحياه ومدى الوجع اللي هو سببه لها، وانه طول السنين اللي فاتت قتل كام حيوان حس بنفس الاحساس ده وكان هو مبسوط، عشان كده هو اعتزل كل حاجه ليها علاقه بالاسلحه والقتل، وان باودر عالجه ما ضروش ومستحيل يرجع عن قراره تاني. وبيفتكر دوج مراته ايما اللي في الغيبوبه، وانه ممكن يجيب باودر يساعده في علاجها، او على الاقل يقوله هي حاسه بايه او عايزه ايه، وفعلا بيروح المركز وبياخد باودر معاه بيته، وبيخليه يدخل على مراته المريضه، وبمجرد ما بيلمسها بيقوله ان ايما متمسكه بالحياه لانها مش هتقدر تسيبه، وهي مش مطمنه هل هيقدر يكمل باقي حياته ولا لا، ده غير علاقته بابنه اللي اتدمرت من ساعه ما هي دخلت في غيبوبه. وكان ايما بتكلم دوج من خلال باودر وبتطلب منه انه يحضن ابنه زي ما كان بيعمل زمان، لان ابنه كمان مفتقده جدا، وانها مش هتسيب الحياه الا لما تطمن عليهم. وبيحضنها دوج وبيطمنها انها ممكن ترتاح من تعبها، وبتفتح عينها لاول مره من مده طويله وهي بتعيط، وبعدها بتموت ايما في حضن دوج. وبيكون هاري ابن دوج جه عشان يطمن على والدته، وبيقابله دوج وبياخده في حضن اول ما بيشوفه، وبيفهم هاري ان والدته توفت. وبيخرج تاني يوم باودر مع زميلته، وبيقولها انه سمع افكار الناس اللي حواليه وانهم فاكرين اللي هو اللي قتل ايما مرات دوج، وبيخليها تلمس ايده عشان تشوف افكاره هو كمان، فبتعرف ان باودر معقد من والده واللي كان دايما بيقول عليه وحش ومش ابنه، وده من اسباب كرهه للناس وحبه للوحده. وبتتاسف له على اللي قالته وعلى اللي هو شافه من صغره، ولكن ابوها بيشوفهم هما قاعدين سوا، وبيكون خايف على بنته من باودر وبيتخانق معاه وبيطلب منه انه يبعد عنها وما يقربلاش تاني. وبتيجي جيسي جري عليهم عشان ما يحصلش مشاكل، وبيقرر باودر انه يلم هدومه من المركز ويرجع بيته لوحده تاني. ولكن قبل ما يسيب المركز بيسمع صوت جاي من صاله كره السله، وبيكون زمايله منهم جون بيلعبوا سله، وبمجرد ما بيشوفوه بيقرر جون انه يتنمر عليه ويضايقه، وبيسمعوا صوت برق من بره وبيلاقوه خايف من الصوت، فبيخرجوا كلهم بره الصاله وبيقلعوا هدومه بالعافيه وبيرميه جون في بركه ميه، وبيكون متضايق جدا من اللي هو بيحصل فيه. وفي نفس الوقت كمية البرق في السماء بتزيد لحد ما بتتشد سلسلة واحد من اللي واقفين حواليه ناحية باودر، وبتتجذب كل الحاجات المعدن اللي في جيوب زمايله ناحيته، وبيتنطروا كلهم بعيد عن باودر وبيقعوا في الأرض، وفجأة بيقف قلب جون من قوة الطاقة اللي اتعرض لها، وبيلبس باودر هدومه وبيروح ناحية جون وبيحط ايده على صدره وكانه بيعمله انتعاش كهربائي بايده، لحد ما بيقدر انه ينقذ حياته وبيفوق قدامه وقدام كل اصحابه. وبعد ما بينقذ جون بيهرب بره المركز وبيرجع لبيته من جديد، وبيروح ناحيه البدروم وبيفضل قاعد فيه. وبتيجي جيسي على بيته عشان تدور عليه لانها واثقه انه موجود فيه، وبتنزل البدروم وبتتاسف لباودر انها خدته من بيته، وبيكون معاها دونالد عشان يهربوه من المدينه قبل ما يتقبض عليه. ولكن وهم في طريقهم للخروج بيكون دوج ومعاه زميله جايين عشان يقبضوا عليه، ولكن جيسي بتترجى انه يسيب باودر يهرب بره المدينه ويعيش حياته زي ما يحب، ولان باودر ساعد دوج قبل كده مع مراته قرر فعلا انه يسيبه يهرب ويجري براحته من غير ما يقبض عليه، ولكن زميل دوج بيرفض انه يسيب باودر وبيجري وراه عشان يقبض عليه. ولكن بيكون في برق في السماء وبيسيب باودر في صدره وهو بيجري كانه بيديه طاقه، وبيفضل يجري ويجري لحد ما بيختفي من قدامهم وبينول حريته، وبتكون اول مره الباودر يحس انه حر ومفيش حد متحكم فيه وبينول حريته للابد. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.